الكلام على مين؟ الكلام على مين؟ كلام على واضح المية مية، انسى الكلمانجية، الواضح مية مية. سعد الصاير. اللي صاحبه راجل يشاور عليه، اللي صاحبه راجل يا رب قلبك ده عايز له قلب، عايز لك قلب تاني حنين مش انا. تخيل انت، انا لسه ما طلعتش من البيضه وعامل اغنيه مكسره مصر، فالاستمرار سعد الصاير. انا فضل ربنا بتاجر مع ربنا، العينه بالعينه بالعينه ولا، والتجارة مع ربنا مش انت لازم انت تصلي بقى الظهر وعصر والمغرب، ده فرض عليك، ده فرض عليك اساسي، لكن التجارة مع ربنا، ما التجارة شامله كل حاجه. يعني ساعات اخش فرح الاقي عريس وعروسه عاملين جي، والفرح الثاني 18 نمره، فبخش عادي ارقص معاهم عادي واتصور معاهم، ودي وعلى الاقل انت بتسعدهم فربنا بيسعدك يعني بيكرمك. يعني انت ما عملتش حاجه، انت اصلا يا دوبك انت سقفت دخلت، فالناس العريس والعروسه بالنسبه له انت حاجه جامده قوي، فانت كده كرمتهم، فدي برضه تجاره من ضمن ربنا. اعمل له ايه؟ جيت في ربنا وضاع امي، وان انا بسطومه بني ادم ابيض مع نفسه، ربنا يكرمه وهيتنه على طول. بس ادي موضوع سعد الصاير. يعني عايز اقول لكم ان انا ولا عارف، حاسس ان في حاجه غريبه، حاجه غريبه يعني، حتى يعني يوم يومين كده تلاقيني اروح رايح على شقه امي على طول بتاع هناك، في ونس كده، انا واخد اصلا على الدوشه مش واخد على البتاع، يعني واخد شقه في المنصوره 6 اكتوبر، ولا يعني عشان برنامج، بس عندي برنامج النهارده اروح بس 6 اكتوبر عندي فرع كده، لكن اكتر الافراح بتبقى طب مصر كده، فعلى طول بطلع سواحل حماري على طول ببقى قاعد في شبرا ان شاء الله الحمد لله. مش هربان ومش بمزاج على فكره، عشان برضه ما حدش يقول لك اصل ورق ومش ورق، لا انا صريح. انا كنت كل عيد بعمل فيلم، جه العيد اللي فات، العيد اللي فات دوت طبعا كان التطور نازل، التطور، فجه العيد اللي فات لليسي عملنا حاجه، انا وليسي، ليسي يعمل فيلم هو بوسي وانا اعمل فيلم انا وامينه. جه راح ليسي نازل، طبعا حظه السيء ان في الازرق والافلام الجامده جدا ما حدش يعرف يقف، فيلم مكلف 25 مليون مع فيلم مكلف 3 مليون ما يذكرش خالص طبعا، ففي ظلم طبعا ده، بس فانا رحت هنزل فيه